ثانية. عن جد عنوان مستفز، عن جد مستفز، يعني مستفز لنا، فبتخيل قديش هو مستفز كمان للمشاهدين. عن أي سلامة عم تحكوا؟ السلامة العامة بتشمل كل القضايا بلبنان، بتشمل لا أنا بعرف السير، إنه هي بتشملهم، بس المشكلة إنه أي سلامة عامة؟ أي سلامة عامة بالضبط. على كل حال لبنان بلد الفوضى، يعني بكل القوانين ما بينفذ شيء، بس نحن نطاقنا كان سلامة السير، سلامة العامة بالسير وبالأبنية وأثناء تشييد المباني. الخلاصة اللي توصلنا لها بموضوع السلامة العامة بلبنان، الخلاصة دغري هي كانت انه القوانين اللي وضعها، القوانين اللي وضعها القانون بلبنان هي كانت حبر على ورق، ما في رقابة بتطبيقها بموضوع السير مثل إنارة الطرق وإشارات التنبيه وتزييح الطرقات، أو بموضوع الأبنية من ناحية الالتزام بمعايير البناء مثل الأدراج والهروب ونظام الإطفاء، حتى أنه القانون أصلا هو المحير. القانون بيسمح بوجود محطات بنزين بالأحياء وبين الأبنية، وبيسمح أيضا بوجود مستودعات حتى بأقبية البنايات، شرط الحصول على ترخيص. وما في أهم منها الخبرية. موضوع تشييد الأبنية ما في تأيد بقواعد السلامة العامة لحماية المارة وعمال البناء، بما أنه عدد مفتشي العمل بلبنان هن 9 مقسمين على كل المحافظات اللبنانية لتغطية كل قطاعات العمل المنظمة منها وغير المنظمة، وبينقصهم التدريب حول السلامة والصحة المهنية، وما عندهم أصلا الصلاحية لاتخاذ الإجراءات في حال ضبط أي مخالفة. عنا بهالمقطع المصور التقطوا زميل حسن بزي من الانتخابات البلدية عامل تنظيفات نوافذ بيتعرض لحادث أثناء تنظيفه زجاج أحد المباني بسوليدير، ولو كان بيلبس حزام الأمان ما كان تعرض لهالخطر. يعني قواعد السلامة ما عم يلتزم فيها المواطنين لانه ما في اصلا التزام بالقانون بلبنان. بتعرفي مش بس ما في التزام، يعني نحن عاده انا دائما بقول احيانا لما بنلقي الضوء على بعض المواضيع المهمه جدا احيانا بنكون مثل كانه عم نجرب نلعب بالجرح الموجود اللي هو اساسا كل يوم بنتذكره من خلال روحاتنا على المستشفى، من خلال رؤيتنا للمباني كيف عم تتشيد، من خلال كسرتنا على الطرقات او سواقه السياره. بس نحن عم نحكي عن جد على امل انه بيوم من الايام حدا يسمع، وعلى امل انه عن جد يصير في تحرك ما كرمال نلاقي هالبلد بحال افضل، لانه شيء عن جد بنقولها بالدارج بيفلج. يعني نحن كنا هلا عم نحكي قبل شوي عن السلامه العامه، يعني كلنا كان عندنا نفس رده الفعل انه هو شيء بيفلج وانتم عم تفلجونا معكم. على كل من هي مسؤوليه اكيد وزاره العمل، العامل ما بيعرف حقوقه وصاحب العمل منه مضطر ينفذ القانون اذا ما في حدا عم بيراقب. صحيح، فاجباري انه تكون الفوضى بالاخير هي النتيجه. صحيح، هيدا اذا عم نحكي من ناحيه تطبيق العمل. الأوانين. صحيح، بس في عندنا قوانين ثانيه غير بالنتيجه. حكيت عن السلامه العامه وانتم وسعتوا بكاركم كثير بفتره هيدا الاسبوع. على كل حال بنرجع وبنكرر فاطمه انه هي القصه فعلا على امل انه بيوم من الايام نلاقي تغير، ما مش بس انه طلع بالنا هيك نطلع ونندب حظنا، لانه هيك دائما بنعمل وبنوصل لهيدي النتيجه بالاخر. شكرا لك فاطمه. شكرا داليا.